الشهاده الطبيه هذه كنا اطباء اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالهم في هذه الامور، يعني ماشي للكذب او التشهير بهذه الامور. حنا ما كنطعنوا في حتى شي واحد، حنا ما كنطعنوا في حتى شي واحد، انا ملي كنقول شهاده طبيه لان القضيه ماشي سهله، قضيه ديال واحد المؤثر او مؤثرين. السيد حسن انه ما حضرش معنا اليوم يعني في هذا اللقاء. انا غنعطيك النقطه الاساسيه اللي غادي نركز عليها. واحد السيام كان واحد العرس في القناه ديالو، كانت الهيلالا، كان الغناء، كان الشطيح، لا احترام ديال الكوفيد، لا احترام القانون. يعني ما يمكنش حنا تجمعات ما كيناش وانت داير العرس وفرحانين وناشطين، واليوم مرمط ضحك على واحد اخر، ضحك على ذوك الناس. اما باش يجي واحد يقول لك مثلا انايا غير ميسور، اربعه الوليدات والناس ديال الجاليه اللي كتصيفط الاموال الطائله اللي غايدير الخير، وكتقول ما غندير الخير بولاد بلادي، دير الخير في ولادك. انسان يدير الخير في ولادو هو الاولين. عاد شوف انا غادي ندير الخير في المغاربه. لهذا فكنطالبوا ان الناس ديال الجاليه، شوف هذا النموذج اللي كتصيفطوا ليه الفلوس واللي كتعاونوا باش يدير الخير، راه باش عرفتي ممكن تصيفطوا ليه الفلوس؟ اكيد. وشوف راه ما غاديش نجيو نتكلموا بدون ادله، فهمتي؟ كاينين ادله، كاينين ادله وكاينين الناس كيصيفطوا. راه خصك تتبع القناه تعرف شنو المحتوى اللي كدير. القناه المحتوى ديالها شنو هو؟ انها كتبين الحياه ديال الناس اللي في الباديه والناس اللي الدراوش اللي ما عندهمش والاستغلال ديال البشر اللي كيدوزوا فيديوهات بلا كونترات بلا حتى شي حاجه، لان هذا الشيء خصو فيه تحقيق في اموال طائله. هاد القنوات ديال اليوتيوب اللي خرجوا كيتكلموا، مثلا هاد المؤثرين خرجوا كيتكلموا على هاد القضيه ديال الاخت سميره، عارفين الارباح. مين قال لهم انا ما عنديش؟ فقير راه بغيت تسطاو، بغى يجهلو، راه الحماق. ولا الدومين هما اللي خارجين دابا حيت عارفين الاموال كيديروا. وكنت كلمت على الادله النوعيه ديال الادله والشهادات ديال الارساليات. شوف الارساليات من هنا غادي يدخلوا المحامين ان شاء الله، هما اللي غيدخلوا في هذه القضيه من الناحيه القانونيه. ولكن للتنوير الانسان باش كيجي كيقول لك انا ما عندي حتى ريال وانا مريض، وانت الا كنتي ديرها اللواز ديرها في القناه ديالك والعراسات والنشاط كتشطح. ونزيدوا واحد القضيه، حتى ما كاينش هذاك التباعد، لا قانون لا والو. على ما كيبغيو يضحكوا هادو. واليوم من جات هاد السيده بغات حق وليداتها، لا انا راه مريض. يعني هذا يعني والله العظيم شي لو احتوى الوليدات ديالو نقدروا نخرجوا فيها هي، ولكن هي شاد الوليدات ديالو وكيقول لها ما نصرفش انا مريض ما عندي حتى شي حاجه. وهاد الاموال اللي كتدخل والمغاربه كاملين عارفينك، القناه الوحيده اللي هي رقم واحد ديالو حسم القنوات ديال الصحافه، راه الصحافي مسكين وقال ما كيشتش ديك الاموال اللي كيجري كيدي بلاصه. ما علينا، فما بالك بحنا كحقوقيين وكمجتمع مدني خارجين مع 5 الصباح باش نازوروا 4 الاطفال، وانت للاب ديالهم ما قادرش تجي تواجه؟ نجي للمحكمه ونتواجه وشنو؟ وامام الراي العام، لا انا مريض. وفي العشيه نطلق العراسات، نطلق الشوا، ونطلق اللحم، ونطلق الدجاج، ونطلق البرقوق، ونطلق الهيلاله. حلا من يعني المهم هو خصني نربح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.